السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة بإذن رب العالمين ناويين إن شاء الله إن احنا نبدأ نفقس دورة جديدة من بيض السمان. طبعا نمرة واحد معانا السمان الأبيض، نمرة اتنين معانا السمان إن شاء رب العالمين الملك أو الملكي زي ما بيتنطق عليه. طبعا انا يعني برضو عندنا سمان ياباني عشان الناس برضو لو اول مرة تشوفنا. بس قبل ان شاء الله ما نبدأ الحلقة بتاعتنا يا جماعة، لو حضرتك بتشوفني لاول مرة ادعمني بالاشتراك، وان عجبك محتوى الفيديو ما تنسانيش من اللايك. وياريت يا جماعة الخير نبدأ يعني نعمل مبادرة نشر هذه الفيديوهات ومشاركة هذه الفيديوهات علشان اكبر قدر من الناس تاخد بالها او تعرف موضوع السمان ده، لان بصراحة تربية السمان دي يا جماعة من الطفرات الانتاجية اللي المفروض حتى الدولة تاخد بالها منها. وطالما ربنا اكرمنا بهذه النعمة، مع ان في بلدان كتيرة جدا من العالم تفتقر لهذا النوع من الطائر الرائع وخواص اللحم بتاعه، وكمان حتى البيضة بتاعته من الحاجات اللي هي يعني الرائعة جدا ومغذية جدا، وخصوصا للأطفال والكبار قبل الأطفال يا جماعة. فالمهم نبدأ الحلقة إن شاء الله برب العالمين ونتكلم عن قبل بس ما نفكر إن احنا نجمع بيض سمان، لابد يا جماعة ان احنا نحط علينا حاجات احترازية علشان يبقى عندنا. طبعا احنا هنرقد بيض سمان، يبقى اول حاجة تيجي في بالنا ان احنا عايزين نسبة اعلى نسبة تفقيس. طيب اعلى نسبة تفقيس تيجي ازاي يا جماعة؟ انا اسف لكل الناس اللي بيقولوا ان احنا نبدأ نحط لهم اعشاب وحاجات من دي، يعني طبعا يعني انا بالنسبة لي في غنى عن ان انا اقعد اعمل هذا الكلام. انا معلش يعني لما الشركات اللي هي بتاعه الدواجن عملت لي منتج اسمه سيلينيوم يا جماعه، تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لونه ابيض شبه اللبن. العلاج ده يا جماعه الازازه الواحده ب7 جنيه ونص او بتتباع ب10 جنيه، انا بجيبها جمله ب7 جنيه ونص، ولو قطاعي بتتباع بحوالي 10 او 12 جنيه. ايه اللي يخليني ان انا اروح اجيب علاجات او حاجات بالاعشاب ويا صحت يا ما صحتش؟ معلش احنا برضو لازم نشغل دماغنا شوية ونفكر قبل ما نبدأ ان احنا نعمل الحركات ديتي، علما بان الاعشاب يا جماعة مايش رخيصة برضو، عشان نكون برضو في الصورة. انت حضرتك لو رحت جبت شوية اعشاب هتبص تلاقي لك داخلك في 50 جنيه، او يا عم هاي واحد هيجيبهم لك نص نص، هتجيب من كل واحد معلقتين هتخش لك في 20-25 جنيه. طيب الازازه دي ممكن تقعد معاك لغاية يعني عايز اقول لحضرتك ممكن تقعد معاك شهرين او ثلاثة تدي منها علاج، ايه اللي يخليك بقى توجع دماغك؟ المهم فاحنا يا جماعة بننزل رافع المناعة دوتي مهم جدا علشان الذكور يبقى في حالة كويسة جدا، وكذلك المجرى بتاع المبيض بتاع الإناث يبقى في حالة جيدة. ايه الحاجة اللي احنا ممكن نديها تاني؟ نديها يا جماعة الحاجات اللي هي المهمة للقشرة بتاعتنا بقى. قشرة البيضة مهمة جدا، بندي يا جماعة اللي هو الأملاح دي، طبعا سيبكم من اللي هي أملاح 25 مخلوط أملاح معدنية، تمام. طبعا بديها بيتاخد للدواجن والحيوانات وكل حاجة بياخدوا منها اللي هو الانتاج الحيواني عامه. طيب انا بالنسبه لي بروح حاطط بحط معلقه كبيره على لما اكون ببدا ان انا اخد بيض من يعني ايه علشان البيضه تبقى كويسه، بقوم ادي منه مثلا بحط معلقه كبيره على الخمسة كيلو علف، لان هو اصلا علف يعني اوريدي محطوط او يعني محطوط فيه الاملاح ديتي، فاحنا بنزود شويه عشان خاطر ايه الدنيا تبقى زي الفل. وطبعا لازم ناخد بالنا يا جماعه من العلف، لازم ناخد بالنا كويس قوي من العلف علشان خاطر ناخد الانتاجيه بتاعتنا المظبوطه. العلف برضو عليه عامل كبير جدا، ومحدش يضحك عليك ويقول لك اديله 14 او 16% ايه
يدي 14% او 16% بروتين، ده يا جماعه هينهي على الانتاج بتاعك. وخد من ايه قناه فكره. طيب احنا عندنا ناس هتسالني على الشركه، انا هقول لكم بصراحه، واللي يدي ديسلايك يدي ديسلايك براحته. يا جماعه الخير، انا باكل هيرمان، شركه هيرمان. انا جربت كذا شركه صدقوني، مع احترامي لكلهم وكل الناس اللي لها اراء، بس يا جماعه ده مع السمان انا ماليش دعوه انا بقول لكم على 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 تربيتي مع السمان، ماليش دعوه بالفراخ، ماليش دعوه بالدجاج، ماليش دعوه باي نوع تاني او مثلا انواع من اللي هي التربيه التانيه، انا ماليش دعوه. جايز هما بيجيب مع الفراخ حاجه كويسه فانا براحتهم، لكن مع السمان يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. واوزان عندي يعني الامهات معديه 350-400 جرام، فوزني يعتبر يعني بيرفكت او كويس جدا، ممتاز جدا لهذا هذا العلف. طيب نبدا نشوف بقى ايه الحاجات اللي احنا ممكن نديها تاني. بندي يا جماعه الاملاح المعدنيه بتاعتنا المعروفه اللي هي دي يا جماعه، برضو اللي زي دي ب 7.5 جنيه يا جماعه الخير، اهي املاح معدنيه ماشي. سيبكوا بقى من اسم الشركه، يعني احنا زي ما احنا قلنا اتفقنا ان انت الراجل بيجيب لك، انت بس بتقول له انا عايز مثلا ايه املاح معدنيه، عايز مثلا مضاد حيوي، عايز اي حاجه من العلاجات بتقول له عليها، وهو بيجيب لك الشركه الموفره بقى عنده المتوفره عنده، علشان ما حدش يقعد يلف كتير ويدخ على الحاجات دي. تمام، لان الاسم زي ما احنا قلنا الاسم دولي ما بيبقاش يعني حاجة واثقة، لان ممكن من كل محافظة او كل دولة بيبقى الشركة بتختلف من اسم لاسم. طيب نبدأ بقى الحاجة اللي احنا نعملها. لازم يا جماعة لو احنا عندنا خبرة في موضوع البيض فخلاص يبقى زي الفل، انت مع نفسك من غير ما توزن ولا حاجة هتبدأ تظبط الدنيا مع بعض. طيب نفرض اننا حضرتك ان انا معرفش ايه الوزن المثالي لبيضة السمان، احنا مع بعض كده هنوزن وهبرضه هقولها لكم، هنشوف كده نصور مع بعض، نشغل بس الميزان بتاعنا. طبعا دي مثلا بالنسبة لي يا جماعة بيضة مثالية، شايفين هي قد ايه يعني مالية عقلتين الاصبع بتاعي، هما دي الاتين حتى معدية سن. نشوف كده وزنها قد ايه، بسم الله 13 جرام يا جماعة او 14 جرام، هي جماعة 13-14 جرام، دي تعتبر بيضة مثالية. لو احنا بقى بصينا كده هنلاقي يعني احنا لو خدناها مقاس الايد تمام زي الفل كده معدية الصبع اهو بشوية، يبقى خلاص انا اخد على طول كده من غير موزن، ناخد بس البيضة هنا كده حتى عشان يبقى قدامنا تمام، ونشوف لو حاجة ما تنفعش يبقى احنا نشيلها كده. بسم الله نحطها بين العقلتين كده تمام زي الفل كده، برضه حلوة. تعالوا نشوف البيضة بقى، دي صغيرة تعتبر يعني حلوة برضه معقولة، يعني ديتي بتعتبر من البيض البرفكت او البيض المثالية تمام، يعني هي يعني ما تقلش يا جماعة عن العقلتين ماشي، وتزيد هزة كده زي ما انتوا شايفين، يعني ربك هزة بسيطة من غير ما نوزن ولا اي حاجة في الدنيا. طبعا بنحاول قدر الامكان ان احنا طبعا لو فيها اتساخات زي دي يا جماعه انا اسف لكم كلكم على طول، دي للاكل. اي بصوا اي حاجه فضلات، اي فضلات موجوده او كسر او شرخ او اي حاجه في البيضه يا جماعه صدقوني مش هتاكلها، يعني من تجربه كبيره جدا في تربيه السمان. طبعا برضو دي يعني فيها فضلات اهي، دي يعني هي مش فيها فضلات قوي، نفضها نضيفها كده خلاص لطالما مش كتير ونحطها. لذلك انا بقول لحضراتكم ان احنا لازم هي البيضه يا جماعه السمان بتاعنا بيبدا يبيض من من الساعه بقى من العصر، بعد ما العصر يبدا هتروح تبشر عليها تلاقيه يبدا يبيض يا جماعه. دي تعتبر بيضه حلوه برضو، يعني مقبوله، فاهمين يعني هي صغيره بس مقبوله الحاجه يعني بصوا كده بين العقلتين حاجه بسيطه بس تنفع مقبوله، هي هتطلع كتكوت صغير بس هيطلع ان شاء الله حلو يعني زي الفل اهي. الحمد لله احنا طبعا لان انا عندي البيض السمنة يا جماعه بدا يبيض، الملكي والياباني بدا يبيض من سن يعني ما شاء الله بقاله النهارده اكتر من 10 ايام، 10 ايام داخل في ال 15 او 18 يوم ل 20 حتى يوم،
انا سبته لغايه اما يعني اجيب اخره، لان بصراحه يا جماعه في دخول الشتاء طبعا دي بيضه برضو تعتبر حلوه. اهي خدها. فبقول لحضراتكم كان السمان عندي في الفتره دي يا جماعه كان لبخ معايا لبخ جامد في دخول الشتاء. يعني انا برضو اشفق على الناس اللي هي بتربي اول مره، فمش عارفة الوضع بيحصل في ايه. البيضة دي خفيفة مش عارف ليه يا جماعة، انا استاخرها يعني هبقى خلبلاش هي، لان حاسس ان هي خايف قوي. الله اعلم بقى، ممكن تكون البيض بتاعها قليل او كده، فانا ايه برضه نخلي بالنا من اوزانها. يعني تعالى اما نوزنها كده نشوف انا فعلا يعني كلامي مظبوط ولا لا. نشوف كده وزنها كام، 11 جرام. لا تعتبر صغيرة يا جماعة، 11 جرام. لا بلاشها بلاشها خالص، لان البيضه العاديه يا جماعه البيضه المظبوطه معاها كده نبص كام، 14 جرام. لا يبقى احنا ايه نستغنى عن البيضه دي، لان ممكن يحصل فيها يكون مثلا فيها عندها جفاف، او مثلا يكون مثلا الام يعني الله اعلم بقى اللي حصل، يعني في نقص في البياض او الصفار جوه، فممكن يبقى فيها تشوهات يعني، فاحنا ايه نبعد عنها خالص. وكده يا جماعه الخير، دي طبعا اول يوم احنا بنجمع. الناس طبعا لو بتشوفنا لاول مره احنا بنجمع البيض يا جماعه طبعا حسب الفقاسه اللي عند حضرتك. لو عندك الفقاسه بتاعتك بي 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 يعني بيكون مثلا يعني بتاخد بيض كتير تمام اكتر، يعني انت بتشوف نفسك الوقت اللي انت جمعت فيه كميه البيض في خلال 6 ايام ما تزيدش تمام، وتبدا باذن الله تحط البيض بتاعك لو خلص في خلال 6 ايام. يعني بالنسبه لي ان شاء الله انا باذن رب العالمين دول حاكم يا جماعه، دول بيض يومين لسه ان شاء الله هنجمع فيه كمان اهو بيض، لسه هم اصلا بدهم يبيضوا تمام. فانا باذن رب العالمين ايه هعمل ايه، هجمع البيض بتاعي في خلال النهارده امبارح، طبعا احنا بقينا من امبارح هنجمع ان شاء الله يومين او 3 ايام او 4 ايام زي ما يكون. انا بالنسبه لي الفقاسه بتاعتي بتاخد 60 بيضه، فانا هشوف ان شاء الله جمع اول ما اجمع 60 بيضه هبدا على طول باذن الله نفقس، ونشوف مع بعض الايام اللي جايه. فتابعونا ان شاء الله علشان نعرف، لان في حاجات كتيره جدا حصلت، يعني معلومات كتيره جت جديده ان شاء الله نعرفها مع بعضنا باذن الله. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا معاكم لنهايه الفيديو، احبكم في الله.